ومكملين معكم مشاهدينا ببرنامج دامسكو. الاكتشافات العلمية والتقنية بتحتاج لكثير من المعرفة والخبرة والتميز، وضيفتنا اليوم طفلة مميزة دخلت عالم التدوين بعمر صغير وحاصلة أيضا على جوائز عديدة على مستوى سوريا وتم تكريمها أيضا عالميا. تماما، خلينا نرحب مشاهدينا بضيوفنا بالاستوديو، أصغر مدونة في سوريا آيات البدر ووالدها الأستاذ عطية بدر يلي صاروا معنا ضمن استوديو دامسكو لليوم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم معنا لليوم. اهلا وسهلا استاذ عطيه. كيفك ايات؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ خير. ما بدك تساليني انا كيفني؟ كيفك؟ الحمد لله منيحه. ايات، اليوم انت اصغر مدونه، بتحبي هذا الاسم انه انت تكوني اليوم اصغر مدونه رقميه؟ حلو هذا الاسم. يعني انت بتحبيه كشلون بتشوفي حالك فيه؟ ايه تمام. طيب. آيات، خلينا نتعرف ونعرف المشاهدين على عمرك. أي صف أنت اليوم؟ أنا بالصف السادس، عمري 10 سنين. وبتحبي اليوم موضوع التدوين أكيد والاهتمام بالتدوين، تمام؟ إيه. تمام. أستاذ عطية، أهلا وسهلا فيك معنا. اليوم آيات كأصغر مدونة رقمية بسوريا، البداية كيف كانت؟ إذا بدنا نقول كيف اكتشفتوا هذا الموضوع؟ البداية كان صراحة بوجود البيئة المحفزة والمشجعة والتي هي رافقت المدونة الرقمية آيات عطية بدر منذ عمر مبكر، منذ 6 سنوات. صراحة كان لتدوينها هي بأفكار تطويرية لتطوير عمل التربوي في سوريا. كانت أول فكرة هي مدونة لكل طالب على بلوجر لكتابة كل ما يتعلق رواية، قصة، مقال، شعر، أي شيء يتعلق بالطالب. هنا بدأت الفكرة، كان من الأولى تطبيق هذه الفكرة أن تطبقها ابنتي آيات المدونة. وجود البيئة الداعمة، وجود التحفيز، وجود الموارد، اللابتوب والنت، وجود صراحة الإصرار والتصميم، الرغبة، الاستعداد، سهل هذا العمل كثيرا بالنسبة للمدونة آيات. صراحة هي بدأت بعمر مبكر، بعمر 5 سنوات أو 6 سنوات، بدأت ببرنامج الوورد، كتابة بعض العبارات، إجراء بعض التنسيقات، ثم ما لبثت أن دخلت إلى عالم بلوجر من أوسع أبوابه. هذا العالم صراحة يعني عن طريق حساب أكاونت إلى إيميل وباسورد، ثم انتقلت إلى ما هو أبعد من ذلك، عمل برمجي، أكواد، بحث عن أكواد، ثم تعديل هذه الأكواد عن طريق الهايت والويث والدايركشن والاتجاه وكل باقي الأمور، ثم الانتقال. اهتمت كثيرا جدا باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية تهتم بموضوع العناصر، الإليمنتس، الأتريبيوت، الخصائص. الانتقال بعد إلى أفكار ثانية. الجميل في هذا الموضوع أن منظمة طلع البعث في نفس العام، في عام 2015، أدخلت المسابقة المدون الصغير إلى مسابقات على مستوى الفرع والمنطقة والقطر، ولقيت اهتمام كبير من منظمة طلع البعث. هي الآن الرائدة الأولى على مستوى الجمهورية العربية السورية. تمام. رح نحكي عن هذا الموضوع، موضوع المشاركة بالرواد والتكريمات اللي حصلت عليها. آيات، بدي ارجع لعندك، شو المحتوى اللي عم تقدميه اليوم بالمدونة؟ شو الشغلات اللي بتحبيها وعم تخلي العالم تستفاد منها؟ في مدونتي يوجد عنوان تايتل، ويوجد ديسكريبشن وصف، ويوجد انيميتد بارز اشرطه متحركه. العنوان التايتل هو مدرسه الشهيد احمد سعيفان، وديسكريبشن الوصف والذي هو نهتم بكل ما هو جديد وممتع في كل ما يتعلق بتطوير العمل التربوي واتباع احدث الطرق التربويه الحديثه ومواكبه التطور العلمي والتقني. كيف اعمل على وضع ديسكريبشن وصف في مدونتنا؟ اولا اذهب الى الصفحه الرئيسيه، اختار من القائمة إعدادات، فعندما تظهر لي صفحة الإعدادات بواسطة هذه الصفحة أستطيع التغيير في العنوان التايتل وفي الديسكريبشن الوصف. تماما. يعني هلا عم نسمع نحن طريقة البحث ضمن المدونة. رح ننتقل لنحكي أكثر بالبداية، يعني لغة سليمة ولغة عربية فصيحة بأنك أستاذي. رح نحكي عن موضوع المضمون المدونة، شو اهتميت بالمواضيع اللي تكون موجودة ضمن المدونة بشكل عام؟ المجالات التي اهتممت بها نشر التدوينات ونشرات إخبارية وتحقيقات صحفية ومقابلات ومقالات وتقارير ورفع مقاطع فيديو عن نشاطات المدرسة على المدونة وتصميم أنشطة تعليمية على شكل ألعاب على موقع وورد وول والتقاط الصور ورفعها على المدونة وإجراء العديد من الأبحاث على الشابكة ومتابعة تطبيق My Syrian School مدرسة سوريا ومشاركته مع الهالي. حلو، يعطيك الف عافيه. يعني يعطيك العافيه وما شاء الله عليك يا ايات. استاذ عطيه، اليوم كل اللي خبرتنا اياه هلا ايات من محتوى، من الشيء الموجود اليوم بقلب المدونه،
ساعدت في انت اليوم؟ الأخوة نعم، كانت المدة صراحة 5 سنوات، كانت آيات عطية البدن المدونة الأولى، هي في كل مرة كانت تستطيع أن تضيف أداة جديدة، تنسيق تماماً. جديد. هل هي أفكارها ولا أفكارك؟ هي صراحة يعني هي لا يعني مو موضوع فقط الاستعانة بعطية البدر، هو الاستعانة بموضوع النت والبحث والشبكة حتى في أمور هي تطورت على عطية البدر، صار في أكثر تطور وأكثر بحث وأكثر شغف وأكثر إرادة وتصميم. المدونة آيات يعني هي كل مرة كانت تضيف لنا أداة جديدة، تنسيق جديد، حتى لغتها تحسنت جدا، تواصلها مع العالم الآخر كان مختلف تماما، كانت تتأثر دائما بالعالم الآخر وتؤثر به، كانت تتفاعل مع العالم الآخر، كانت لها رسالة لكل أطفال سوريا في العالم، كانت أنه نحن مكملين ونحن إن شاء الله أطفال سوريا هم سينتصرون، وكانت لهم حتى تجاوب من دول أخرى أنه كانوا يتواصلوا، فهذا الكلام يعني صدع أنه هي رح تكفي معنا ورح يكون إلا إن شاء الله مستقبل زاهر وبس الأولى على سوريا، حتى أنه توصل رسالة سوريا الحق إن شاء الله، ونتمنى أنه تكون الآيات يعني مو بس آيات إن شاء الله، كل أطفال سوريا لهم مدونات ولهم يعني حتى أطفالنا يعني هلا كثير انه عم يسالوا شو هي مدونه ولا هي مدونه رقميه ولا هي ارقام، لا هي شيء عم نكتبه على الشابكه، شيء عم نوصل رسالتنا للاخرين، فعندنا رساله جديده تقريبا كل فتره، وهي عم تساعدني حتى في مدونتي، مدونه عالم المعرفه، يعني هو الموضوع ليس مقتصر على مدونتها، هلا موضوع ايام الدراسه بياخذ وقت شوي لانه في عندنا وقت عم يطغى على وقت، جانب عم يطغى على جانب، لكن صراحه احنا موضوع التدوين عالم رائع جدا، عالم ممتع جدا، عالم عم يتواصل مع الاخرين، نتمنى انه المدون ايات تسلط اكثر على مدونتها ونكون ان شاء الله نكون مستمتعين معها اكثر ان شاء الله. رح ارجع لعند ايات المدونة اليوم، هل عم تاخذ وقت اكثر على حساب الدراسة ووقت الدراسة؟ كيف عم تقدري تنسقي بين الجانبين؟ فلا بد من تنظيم الوقت الى اجزائه المعينة، ينفق بحكمة في سبيل تحقيق الواجبات، وهناك توازن ألا يطغى أحدهما على الآخر، وأن أكون دائما على أهبة الاستعداد، على تم الاستعداد، استعداد حقيقي، وأن لا يكون قبيل الامتحان وإنما مسيرة حياة طويلة وجهود دؤوبة. يعني اليوم آيات عم تنظمي وقتك، عم تنظمي بين دراستك ومدرستك والمدونة؟ إيه عم نظم الوقت. كيف عم تنظمي الوقت؟ أجعل وقت للدراسة ووقت للمدونة. تماماً، يعني دراستك ما عم تقصري فيها أبداً؟ لا. تماماً، هذا أهم شيء. أستاذة عطية، عم شوف اليوم عم تخبرها لآيات، عم تقول المدونة آيات، قديش اليوم فخور بآيات أنت، قدي كان في دعم من ناحيتك من الأهل، يعني أنا دائماً بقول بشار أنه الدعم الأول والأخير هو من الأهل، ونحن لولاهم ولا شيء. كيف اليوم رضاك على آيات؟ عم شوف أنه قديش حاسس بالفخر أنت وعم تخبرها، عم تقول المدونة آيات وليس أنه بنتي آيات. لا صراحة أنا كان لي أفكاري تطوير عملية تربوية 20 فكرة، هل هي طبقت خارجا واخذوها عن طريقي وانا تواصلت مع الاخرين وطبقت، هلا هي الافكار بدات بالتدوين ان شاء الله، القناه على اليوتيوب، هلا رح يكون في عندنا مستقبل امتحانات الكترونيه، رح تكون فيها المدونه ايات، رح يكون فيها استطلاعات راي الكترونيه كمان رح تكون فيها المدونه ايات، حتى مقدمات احترافيه على انيموتو، في يعني مواقع كثيره هي رح تشتغل عليها ان شاء الله، هلا هذا رح يكون اول الطريق، العمر ان شاء الله رح يكون قادم ورح يكون عندنا مشاريع ضخمه وعملاقه. أنا أتمنى مستقبل المدونة آيات راح تكون هي راح تعمل موسوعة سورية إلكترونية ضخمة وعملاقة جدا، إن شاء الله راح تتوفر السيرفرات وهي الأمور وراح إن شاء الله نكمل معها. المدونة آيات بداية من الشهر الثالث للشهر هذا كان لمسابقة الرواد عملت معسكر مغلق. هلا صحيح صار في تقصير موضوع الدراسة لأنه كان يوميا عم تكتب 3000 كلمة باليوم بمعدل 25 كلمة في الدقيقة، يعني صراحة هي أكبت ليالي طوال على موضوع الدراسة، فكان عندها تحدي، كان عندها إصرار إنه أنا بدي أكون الأولى على مستوى الجمهورية العربية، وصراحة كانت الأولى، كان في خوف، نحن عشنا صراحة 4 أيام في طرطوس المسابقة على أعصابنا، كنا لحظة بلحظة عم نتواصل مع آيات، لكن آيات هي اللي كانت عم تشجعنا وتحفزنا إنه يا بابا لا تخافوا أنا موجودة وأنا إن شاء الله رح أجيب الأولى وإجي، ما رح أجيب غير الأولى، وإذا ما كانت الأولى أنا ما بديها، فصراحة هي عندها ثقة بالنفس، وصراحة هي مهارتها موضوع الكتابة وسرعتها، وهي على تواصل دائما مع اللابتوب ومع العالم الآخر، يعني وحست هي نوعا ما متفوقة ومتميزة حتى من دراستها، هي ما تعودت إنه تجيب فرضا 19 من 20 أو 39 من 40، هي العلامة أخذتها بحياتها، التميز كان ماشي معها دائما، فبتمنى هلا الايات ان شاء الله مكمله، هلا نحن عندنا مناهج سوريه ان شاء الله مكمل معها، بس لا يعني هذا الموضوع ما راح يقتصر على المناهج السوريه، في عندنا مناهج اسرائيليه راح تكمل ان شاء الله مع ايات، وان شاء الله نشوف ايات
ان شاء الله اكبر مدونه على مستوى العالم يا رب. ان شاء الله. بدي ارجع لعند ايات، رح نحكي اليوم عن تواجدك بالمدرسه، قديش هاي المعلومات عم تقدري تستفادي منها والتعامل مع الاساتذه مع زملائك بما يخص المعلومات اللي عم تكون موجوده ضمن المدونه، بيسالوكي بيستفسروا منك ببعض الاوقات عن معلومات معينه بما يخص اللغه، بما يخص معلومه معينه ضمن المنهاج الدراسي. الشخص يستفيد من المدونة عن طريق إما البحث في الويكيبيديا أو البحث في المدونة، وحيث أنها مفيدة وممتعة جدا للأطفال الذين هم في عمري حول من حيث نشاطات التعليمية على شكل ألعاب على موقع وورد وول والتي تم تضمينها للمدونة. تمام. يعني آيات خبرنا أبوكي إنه في مشاركة لإلك ضمن مسابقة رواد الطلائع، خبرينا عن تفاصيلها من أول ما سافرتي وطلعتي كانت بطرطوس هي. نعم، بدأت أول شيء بمنطقة الكسوة على مستوى المنطقة. تماماً. انتقلت إلى الفرع وكانت الأولى كمان. مراحل مسابقة الرواد. خبرينا من البداية كيف حضرتي لها، كيف درستي، كنتي خايفة؟ لا، مين حفزك، مين دعمك؟ أسرتي أبا الأستاذ عطية بدر الدين البدر وأمي المعلمة فاطمة النعمات اللذان رافقاني طيلة مسيرة حياتي التدوينية من الصف الأول حتى يومنا هذا. أنا خط غمار المنافسات التي تقوم بها منظمتنا الغالية منظمة طلائع البعث على مستوى المنطقة، وأشكر الله أني حصلت على المرتبة الأولى وخط غمارها على مستوى الفرع، والحمد لله أني حصلت على المرتبة الأولى. ثم تكللت جهودي على مستوى القطر شاكراً لله عز وجل أني حصلت على المرتبة الأولى. شعوري عند حصولي للريادة هو شعور الفخر والإكبار لأنني فزت وحققت الأمل. فؤادي يضج بالفرح وصدري عامر بالانشراح وجوارحي تفيض بالسرور. وكما أشكر أنا خالي عبد البجيد من دولة السويد الذي حفزني مشجعني بأن أكون مدونة رقبية، وكما أشكر منظمة طلائع البعث منظمتنا الغالية، وأشكر الرفيق بشار بلشعد قيادة فرع ريف دمشق لطلائع البعث الذي ذهب معنا لمحافظة طرطوس وشجعنا وكان معنا بكل لحظة. يعطيك ألف عافية. رح انتقل أستاذ عطية. اليوم تأسيس الطفل بالمنزل، توجيه الطفل من بداية أنه نلاحظ عليه في اهتمام معين سواء ثقافي سواء تقني إلى ما هنالك، قديش هذا الشيء مهم من خلال تجربتك مع آيات؟ قديش كان توجيهك صحيح؟ قدرت تستوعب آيات من لحظة اللي بدأ الاهتمام بموضوع التدوين؟ لا صراحة البيئة هي فرضت نفسها، البيئة وجود اللابتوب وجود الألعاب بداية هذا الشيء رغب أنه تفوت على عالم اللابتوب، بعدين الأمر تطور فتت على شوية برامج صارت تكتب في شوية لوحة مفاتيح صارت يعني تعمل سبيس مسافة كذا، رجع الأمر تطور. هلا لو عدم أنا أتمنى إن شاء الله أنه هاي الأمور تكون متوفرة بمدارسنا بشكل دائم، أطفالنا عم يعيشوا هاي الحالة، يعني هذه الصراحة هي رح تصنع الرغبة ورح تصنع الميل ورح تصنع الاستعداد. هلا بدون هاي الشغلات رح يكون الأمر شوي مختلف. هلا وجودنا نحن معه وكنا نحن صراحة المدونين الأب والأم يعني هو هذا الشيء اللي ساعده جدا وكملت. المدونة آيات هي صراحة عندها رح نحكي شغلة عن آيات، هي لما كانت تدرس 3 ساعات هلا طيلة فتت الكهرباء وبعدين 2 ساعة على البطارية، كنا ماما نقول لها ارتاحي شوي لأنه أنت تعبتي، فكانت حتى ترفض إنه ترتاح لأنه كانت معنا هي أيام 9 ساعات متواصلة تعب ودراسة وبحث ومقاطع فيديو، كانت ترجع تطبق الشيء اللي أخذته والشيء اللي تعلمته والشيء اللي إحنا أعطيناه إياه. حتى انا حكيت انه في بعض الامور هي تفوقت علينا وكانت تجيب شغلات نحن ما بنعرفها صراحه. قلت لها بابا انا هي الشغله ما علمتوني اياها انا راح اعلمكم اياها، فهذا الشيء حلو يعني كانت البيئه البنوته ايات. وحتى اخوها هادي ان شاء الله هلا راح يروح بالمجال الفيزيائي ان شاء الله بالمجال البرمجي، ونحن ايات ان شاء الله مكملين معه بلغه البرمجه البايثون، ان شاء الله مكملين معه بلغه تصميم المواقع المحترف الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا والبي اتش بي. نحن ما راح نتوقف عند هاي اللحظه، العالم ان شاء الله راح تكون مهندسه معلوماتيه راح تعمل شيء يعني مختلف تماما وراح تترك بصمتها على مستوى الجمهوريه العربيه السوريه، مو بس على مستوى الجمهوريه العربيه السوريه يعني انا اتوقع على مستوى انه يكون في الى رساله شيء مختلف شيء مميز ويكون الى كلمه حق ان شاء الله، وهي الى رساله راح توجهها ان شاء الله لبعد شوي انه لكل مدونين العالم ولكل الاطفال اللي بعمره ولكل الاطفال اللي بسنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ايات في لك مشاركات عالميه كمان، تم تكريمك من قبل جامعه كينغستون البريطانيه، خبرينا عن هالتجربه كيف كانت؟
تم التقرير بعد التواصل مع الدكتور نادر محمد يوسف ممثل كلية كونتشستون في الشرق الأوسط وإرسال جميع الروابط وتم اجتياز التقييمات بنجاح. يعطيك ألف عافية وكل التوفيق لك أستاذي. بالختام يعني بدنا نتشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله هيك يا رب تشوفها بمراتب أعلى وأعلى وإنجازات أكبر. شكرا لكم. نحن بنشكر قناة العالم سوريا صراحة للاستضافة ولإتاحة الفرصة، وإن شاء الله قناة البنوتة آيات هي صراحة إلى ما كان إن شاء الله راح تظل يوم، ما راح تنسى هذا الموقف، ما راح تنسى هذا اللقاء، وراح يعني ما راح الطفل دائما لا ينسى من يكرمه ويحفزه. هذا اللقاء بمثابة تحفيز وتشجيع إن شاء الله، وراح تظل تذكر طول حياتها، وراح تخبر حتى إن شاء الله أولاده أن يكونوا مدونين وراح يطلعوا على قناة إن شاء الله العالم سوري. يعني أنا بتشكرك على دعمك، على إصرارك، على تحفيزك لآيات اليوم، وآيات أنت حدا كتير شاطر، لك مستقبل كتير حلو، بالتوفيق إن شاء الله.